شكرا للزميل محمد بن بريك المري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذا الصباح ومنافساتي الخاصة بشعارات أصحاب السمو الشيوخي والسعادة ضمن هذه الأشواط المفتوحة ومنافسات سن الثنايا. على بركة الله متابعينا الكرام، ينطلق ثاني أشواطنا في هذا الصباح، وهو الشوط الأول الرئيسي الخاص بالقعدان تويوتا ستيشن جي اكس في الانتظار للفائز بالمركز الأول. نتابع هذه الانطلاقة الصباحية، نتابع هذه المسافة 8 كيلومترات في منافسات هذا السن الكبير والتحديات مع هذه الشعارات. أبدأ بالبداية لأتابع هذه الأسماء، أتابع لفاح هناك على البداية، والصدارة لهجن الشحانية من يبدأ بالبداية بمتابعة محمد بن خالد العطية على الصدارة والبداية. بينما أتابع ثاني المراكز، أتابع التقدم في هذه اللحظات. أتابع الأسماء مشاهدينا الكرام، مهيوب مع ثاني المراكز لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران هنا المتواجد مع ثاني المراكز. بينما أتابع ثالث الأسماء، هنا أتابع القادم في هذه اللحظات لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن الثاني حمد بن لزيوح المري من يتابع في التضمير هنا المتواجد مع ثالث المراكز. بينما أتابع رابع الأسماء مشاهدين الكرام، شاهين لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن أحمد بن علي الثاني سعود بن عبد العزيز بن سالم المري يتابع في التضمير. بينما أتابع خامس الأسماء والقادم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، أدعج هنا يصل مع خامس المراكز لهجن الشحانية، ويتابع في التضمير محمد بن خالد العطية. هكذا النداء الأول مشاهدين الكرام، متابعينا في كل مكان، لمراكزنا الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط الرئيسي، أقوى أشواط القعدان في هذا الصباح وفي هذه المنافسات للأشواط المفتوحة. أعود إلى البداية، أتابع الصدارة، أتابع لفاح هناك على الانطلاق الأول مشاهدينا الكرام لهجن الشحانية، ويتابعه المشاغب محمد بن خالد العطية من يقدم لفاح هناك على البداية والصدارة. بينما أتابع ثاني الأسماء يصل مهيوب لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران هنا يقدم أيضا انطلاقة مهيوب مع ثاني المراكز. بينما أتابع ثالث الأسماء وصل عجلان مشاهدينا الكرام لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن الثاني، هنا يتابع حمد بن لزيوح المري القادم في هذه اللحظات مع ثالث المراكز. بينما أتابع التقدم في هذه اللحظات، وصل شاهين المنطلق مع رابع المراكز لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن أحمد بن علي الثاني سعود بن عبد العزيز بن سالم بن شنان من يتابعه في التضمير، ولكن أتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات. يصل مشاهدينا الكرام، وصل أدعج لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية، يقدم أدعج هنا مع خامس المراكز، ويقدم لنا هناك لفاح على البداية والصدارة. الله الأسماء مشاهدينا الكرام، المسيرة تسير في انطلاقات الكبار في تحديات العمالقة. أعود إلى البداية
هناك مجريات الصدارة، اندفاعات البداية، المسار الأول هناك مع لفاح، لفاح بهذا الشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية المدعم بالسبك، المدعم بالسلالات الأصيلة هناك مع البداية والصدارة. هناك الله انطلاقة لفاح على الصدارة ويتابع أحد الخبراء، هنا المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن شوف القادم هنا مهيوب يصل مع ثاني المراكز لهجن الشحانية ويتابعه الشبل جابر بن سالم بن فران، ولكن أتابع عجلان لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن الثاني حمد بن لزيوح المري، هنا يتابعه في التضمير القادم مع ثالث المراكز. بينما أتابع مشاهدين الكرام رابع الأسماء، هنا شاهين لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن أحمد بن علي الثاني سعود بن عبد العزيز بن سالم بالشنان المري، يتابع في التضمير القادم مع هذه اللحظات مع رابع المراكز مشاهدينا الكرام. ولكن وصل السنيار القادم مشاهدينا الكرام، وهنا أدعج لهجن الشحانية، وصلت الأسماء مشاهدينا الكرام أدعج لهجن الشحانية، وبمتابعة المشاغب يصل مع خامس المراكز مشاهدينا الكرام. بدأنا بالاقتراب ولكن الأمور ما زالت هناك على الصدارة ثابتة، وانطلاقة لفاح هناك على البداية والصدارة بمسار ممتاز باندفاع رايح هناك يحافظ على هذا التقدم. هناك لفاح مشاهدينا الكرام ينطلق ايضا في هذا الشوط الاول الرئيسي. الله الله الله، لفاح هناك على البدايه لهجن الشحانيه، وبمتابعه المشاغب محمد بن خالد العطيه مهيوب قادم في ثاني المراكز لهجن الشحانيه، يتابع الشبل جابر بن سالم بن فاران هنا يقدم مهيوب مع ثاني المراكز. بينما أتابع تقدم عجلان هنا مشاهدين الكرام لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن آل ثاني حمد بن لزيوح، يتابعه في التضمير هنا المتواجد مع ثالث المراكز. بينما أتابع القادم في هذه اللحظات شاهين هنا يتابع يراقب الموقف، يتقدم في هذه اللحظات هنا مع رابع المراكز لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن أحمد بن علي الثاني سعود بن عبد العزيز بن سالم المري، هنا يتابع في التضمير. بينما أتابع التقدم أتابع وصولي أدعج لهجن الشحانية، يصل مع خامس المراكز لهجن الشحانية، يتابعه العطية المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن أسماء قادمة هنا ما خلف دائرة النداء أتابعها. بدأت بالاقتراب مشاهدينا الكرام، ولكن الأمور مع التحديات والبداية. هناك الصدارة ثنائية شحانية بقيادة لفاح على الصدارة على المركز الأول، يقود هذه الأسماء المشاركة، ويعلن تواجده هنا في هذا الشوط الأول الرئيسي بانطلاق رائع بتحدي مثير منذ البداية. هناك يقود المسيرة. الله 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 يا لفاح على هذا الأداء، نتابع في الكادر الأعلى لقناة الريان. هناك لفاح على الصدارة بالشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية، يتابعه المشاغب محمد بن خالد العطية، وهنا مهيوب مع ثاني المراكز القادم بشعار هجن الشحانية، يتابعه الشبل.
جابر بن سالم بن فران، والتقدم في هذه اللحظات من شاهين لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن أحمد بن علي آل ثاني سعود بن عبد العزيز بن سالم المري، ولكن الله اتحرك ادعج ادعج قادم ويغير في هذه اللحظات لهجن الشحانية ينطلق في ثالث المراكز، والتضمير لدى المشاغب محمد بن خالد العطية. وصل السنيار، وصل السنيار، يا مرحبا بهذا الوصول، هنا يصل وينضم في هذه اللحظات إلى منافسات الكبار، هنا السنيار لهجن الشحانية ويتابعه يتابعه في التضمير جابر بن سالم بن فران القادم مع هذه اللحظات، وهناك يتقدم مشاهدينا الكرام أتابع الوصول من أدهم لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فران، ولكن الأمور هناك مع الصدارة. الله الكيلو متر الأخير، افتتحنا أبواب في هذه اللحظات مشاهدين الكرام مع الشوط الأول، نتابع البداية، نتابع لفاح على الصدارة مشاهدين الكرام. من بدأ بهذه البداية القوية؟ مع من أعلن هذا التواجد منذ الانطلاق؟ لفاح هناك على الصدارة على الانطلاق الأول لبشعار هجن الشحانية، ينطلق مشاهدينا الكرام وبمتابعة أحد الخبراء المشاغب محمد بن خالد العطية، قدم في هذا الشوط، في هذا الشوط الأول، في هذا الشوط الرئيسي بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر. مشكور يا المشاغب، مشكور على هذا الأداء والانطلاق الرائع والممتاز. هنا مع لفاح، لفاح النواميس، لفاح الصدارة، من ينطلق مشاهدين الكرام مع اللحظات الأخيرة ليعلن هذا التواجد الممتاز بهذا أيضا الشعار الرائع، شعار هجن الشحانية. والمشاغب حاضرا، حاضرا في منافسات الكبار، قدم أيضا لنا هذا الاسم، قدم لنا لفاح في الشوط الرئيسي. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهني أيضا للمشاغب محمد بن خالد العطية. وهنا أيضا ثاني المراكز وصل أدعج بإشعار هجن الشحانية، ثالث المراكز وصل مهيوب لهجن الشحانية، رابع المراكز كان الوصول من السنيار لهجن الشحانية، وخامس المراكز مشاهدين الكرام وصل أدهم خامسا لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة الوصول، نتابع أيضا لحظات وصول لفاح. إذن مشاهدينا الكرام، متابعي قناة الريان، نتابع الإعادة هنا مع لحظات وصول لفاح 12. هنا نتابع 12 دقيقة 31 ثانية، أربع أجزاء من الثانية. أيضا لفاح كان حاضرا في سباق المؤسس وانتزاع السيارة الثانية في هذا الصباح مشاهدينا الكرام. نتابع ثاني المراكز، كان الوصول من أدعج ب 12 دقيقة 35 ثانية. تهانينا وناموس لجنة الشحانية، والتهاني أيضا للمشاغب محمد بن خالد العطية من قدم لنا لفاح وقدم أدعج. ثالثا مهيوب ب 12 دقيقة 38 ثانية، سبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني أيضا للشمل جابر بن سالم بن فران. تهانينا والناموس.